ينضم إلينا الآن أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الجبار أحمد. دكتور عبد الجبار أهلا بك. إذا النتائج النهائية أعلنت، لكن نريد نوضح أولا، يعني هناك واضح فرق ما بين النتائج الأولية التي أعلنت والنتائج التي أعلنت مؤخرا، بمعنى أنه اللي كان مثلا بالمركز الثالث أصبح بالمركز الأول. هنا نريد نفهم بتوضيح من حضرتك كيف تم هذا التغيير. بعد التحليل جنابكم ومشاهدي قناتكم الموقرة، طبعا المفوضية في بعد إجراء انتخابات في 18-12 بعد يوم أو يوم ونص تم إعلان النتائج الأولية. نعم. في حين كان يفترض أن حسب النص القانوني أن تعلن النتائج بشكل كامل. عموما النسبة المتبقية اللي كانت ترتبط بالتصويت الخاص اللي بدأ في يوم 16 هي هذه التي حسمت وغيرت من المعادلة. في بغداد كان المتقدم فيها مثلا حزب تقدم، لكن الآن كان يحتل المرتبة الأولى، الآن أصبح هو المرتبة الثالثة. في البصرة أحد الشخصيات كان وفائز بالانتخابات، لكن تم استبعاده بشموله بالمساءلة والعدالة، وهذا هنا يثار تساؤل، يعني اشتراطات المساءلة والعدالة كان يفترض أن تتم حاله حال الذين تم استبعادهم من وقت مبكر قبل الانتخابات. أما أن يتم استبعاده بهذا التوقيت طبعا ربما سيقدم طعون إلى آخره. فاللي حركة التغييرات التي تم تعديلها هنا وهناك هي ترتبط بالأساس بالنسبة المتبقية التي لم يتم حسمها في التصويت الخاص، مع الإشارة هناك بعض الشبكات أو بعض المنظمات أو المؤسسات التي تتابع وتراقب أشكلت على عمل المفوضية في احتساب النسبة المتبقية، وطالبت المفوضية ببيان رسمي واضح عن عدد النسبة، هل هي مثلا 420 ألف صوت، هم تم توزيعها، كيف تم توزيعها هذه النسبة، هل كانت هي نسبة صحيحة بنسبة 6 أو 5 أو 4. بمعنى تأخر المفوضية لمدة 10 أيام بنسبة قليلة من نتائج انتخابات، طبعا هذا اللي سوف لا أقول يثير تساؤلات وشكوك، ولكن من حق الذين كان يحتلون مثلا ربما مراتب أو كان يحتل هو فائز في الانتخابات ويتم استبعاده لربما يقدم الطعن، مع إقراري يعني اعتقادي أنه هذه الطعون سوف لن تجدي نفعا فستمضي النتائج للمصادقة. يعني الآن هي المفوضية فتحت باب مسألة الطعون بالنسبة للكتل التي تعترض، هنا الآلية كيف تتم؟ المدة قد راح تكون حتى نعلن بالفعل نتائج نهائية يعني بالأصل هي الشكاوى اللي تم رافقت إعلان النتائج الأولية كان هي لم تكن حمراء، والحمراء تعني هناك يعني مشاكل حقيقية. نعم نعم. المدة هي 3 أيام ستقدم الطعون لسبب أو لآخر، اعتراضا على احتساب، على إزاحة، على استبدال، على كوتة، خلال 3 أيام لابد أن تحسم وتعلن أيضا نتائج الطعونات بشكل رسمي أيضا لكل الكتل وممثلي الكتل، وبعدها تصادق عليها مفوضية. مع الإشارة خلينا ننتبه، المصادق على الانتخابات لمجالس المحافظات ما تذهب للمحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية صلاحيتها في المادة 93 سابعا أن تصادق على الانتخابات التشريعية العامة لعضوية مجلس النواب، في حين مجالس المحافظات هو خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية، يعني هيئة قضائية، اختصاصات المفوضية الهيئة القضائية. ثلاثة أيام ثلاثة أيام وبالأقصى. نعم. الهيئة القضائية ما لها دور بالبت بهذه الطعون؟ نعم. استلام أوراق من المفوضية، هذه الآلية اريد نحكي عنها. نعم، الهيئة القضائية في داخل المفوضية وليس في المحكمة الاتحادية، هي اللي ستنظر في الطعون ومن ثم ستقرر، ستبت بها، وأيضا يصبح قرارها يعني لا ملزم وقطعي. بعد ذلك تتم المصادقة، وعند إعلان المصادقة النهائية هناك أيضا إجراءات خلينا نسميها إدارية، مستلزمات أخرى يتم إعلانها، وعند في تلك اللحظة يتم إعلان المحافظ. الآن في كل محافظة في المحافظات 15 يدعو الأعضاء اللي تم تسميتهم في مجالس المحافظات في 15 لعقد جلسة تبدأ بالأكبر سنا، ثم يذهبون الاختيار حسب المادة. طيب احنا حنتكلم رئيس مجلس المحافظة ونائب. طيب واحد ومن ثم بعد. نعم. نتحدث عن آلية اختيار المحافظ، لكن خلينا الآن بملف الطعون. يعني الوقت لما يقدم الطعون 3 أيام، بعدين تستلم الهيئة القضائية يمكن ل7 أيام، وتستلم الأوراق الرسمية أيضا من المفوضية، والبت أيضا راح يكون هناك يعني لأيام معينة. بمجمل هذه الآلية كلها شقد راح يأخذ من عدن أيام؟ 20 يوم، 30 يوم، شقد راح يكون؟ يعني فلنفترض أنه ما تتجاوز 15 يوم. 15 يوم على اعتبار أنه ولو ربما أقل البت بالطعون من حيث النظر بها، على اعتبار أنه الطعون التي سوف توجه هي ليست استمرار للطعون الحمراء التي تم توجيهها أثناء
النتائج نعم. الأولية، بمعنى هي بالأصل ليس هناك بطاقات حمراء، كانت هناك ملاحظات تسمى خضراء. ثانيا الطعون التي سوف تقدم الآن أكيد سوف لن تكون هي إلا في القدر الذي يتعلق بالنسبة المتبقية، أما من حيث النتائج الأولية أكيد هناك تم تقديم بعض الطعون وتم حسمها، بمعنى التقديم الطعون سيكون على النسبة المتبقية اللي تم إعلانها واستكملت النتائج. لا ماكو أي طعون، لنفرض ما حد اشتكى، ما حد قدم طعن من قبل كل الكتل المشاركة، هنا أنا راح نختصر لكن بالوقت. بالضرورة 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 لازم يعني تستكمل الأيام المقررة للطعون حسب السياق القانوني كحالة حال أي إجراء قانوني، بمعنى حتى بغياب الطعون يكون هناك محضر رسمي عدم تواجد أي طعن مقدم لمجلس المفوضية، وفي تلك اللحظة يكون قرار هو واضح بعدم تقديم الطعون، ولكن مع فتح المجال للطعون بشكل رسمي وقانوني لاستكمال الإجراءات القانونية تحسبا لأي إشكاليات في المستقبل. نتحدث عن مسألة إعلان الأسماء للفائزين بكل محافظة، هنا نريد نتحدث عن آلية أول جلسة، من سيقوم، هل المحافظ القديم إلى دور بافتتاح جلسة معينة جديدة، كيف يتم اختيار رئيس المجلس أو المحافظ؟ بعد 15 يوم من المصادقة النهائية يتم دعوة المحافظ الحالي الآن يعني الغير منتخب القديم دعوة لاجتماع عقد مجلس محافظة لاختيار حسب منطوق المادة 7، أولا اختيار رئيس مجلس المحافظة ونائب واحد، وبعد ذلك بعد شهر من اختيار هذا الرئيس المجلس والنائب الواحد يتم الذهاب حسب الفقرة 7 من المادة 7 لاختيار انتخاب المحافظ ونائبيه، مع الإشارة المحافظ قد يكون من مجلس محافظة وقد يكون من خارج محافظة. رئيس المجلس والمحافظ ينتخبون بالأغلبية المطلقة، مع الفارق المحافظ إذا فشل الاختيار بالأغلبية المطلقة من عدد المرشحين يذهبون لمرة ثانية من المرشحين لأعلى أصواتا، في الجولة الثانية الأكثرية الأصوات التي يحوزها أي مرشح هو الذي يجعله محافظا. هنا شيء يعني شيء طين استنتاج أنه أستاذ ناطق عملية التحضير لانتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه واختيار وانتخاب المحافظ ونائبي تتم منذ الآن، إيجاد تحالفات وتكتلات يعني لا. أضرب لك مثال في البصرة الآن السيد العيداني هو حائز على 12 يعني مقعد، وهو هذا يؤهله أن يكون محافظ، ولكن ماذا عن الكتل الأخرى؟ هل ستستطيع أن توجد تحالف مثلا بالقدر الذي يحقق لها الأغلبية زائد واحد الأغلبية المطلقة؟ يعني إذا كان 20 لازم عندها 11 مقعد فما فوق. الآن العيداني هو مرتاح مثلا، لكن في حال وجود تحالف يقصي عن منصب المحافظ لربما سيذهب إلى منصب رئيس مجلس محافظة، بمعنى الحائزون على الأكبر على أكبر عدد من المقاعد بنسبة 9 10 11 8 هم الذين سيحددون مصير من هو رئيس مجلس المحافظة ومن هو مصير المحافظ. الدكتور عبد الجبار أحمد أستاذ العلوم السياسية، شكرا لهذه الإيضاحات.